أنا مستكفي. يعني أنا مستكفي؟ حصلت قصة جميلة كلكم عارفينها بتاعت لوط لما دخل سدوم وعمورة، وبعد فترة دخلوا ملوك أعداء على سدوم وعمورة وبدأوا يسبوا كل النساء والأطفال والرجال اللي في سدوم وعمورة، وكان من ضمن المسبين لوط وأسرته بالكامل. أول ما سمع إبراهيم بأن لوط اتسبق هو وأسرته مراته وبناته، فأخذ غلمانه وراح علشان يدافع عن سدوم وعمورة علشان خاطر لوط وحياة لوط. وبعد ما فاز في الحرب وهزم الأعداء، فملك سدوم بدأ يقدم هدايا لإبراهيم، فقال لإبراهيم كده: أنا عايز أدي لك هدايا علشان أنت أنقذتنا من الملوك الأعداء اللي حوالينا ورجعت السبايا بالكامل بدون أي خسائر في البلد. إبراهيم رد عليه رد كان غريب جدا بالنسبة لهم، وقال له كده: لا أخذن خيطا ولا شراك نعل ولا من كل ما هو لك لألا تقول قد أغنيت إبراهيم. في تكوين 14 يعني أنا مش هاخد منك ولا حتى خيط واحد ولا هاخد منك شراك نعل، علشان ما تقولش بكرة وبعده أنا سبب في غنى إبراهيم، أو أنا السبب اللي خليت إبراهيم في البرستيج ده أو في الحياة اللي هو عايشها دلوقتي. حاجة عايز أقولها لك: لما تعمل خير ما تستناش الأجرة. دايما بسمع كده تعبير مش حلو قوي كده مصري عندنا: فلان أصلي ما ردليش الجميل اللي أنا عملته له. حبيبي، ما هو لو ردلك الجميل واستنيت الخير علشان يتردلك فحينطبق عليك الآية اللي بتقول لقد استوفوا أجرهم. لما تبقى عملت خير ما تستناش أن اللي قدامك يرد الخير ده أو يرد الجميل ده. شوفوا كده، في ماري إفرام السورياني قال كلمة جميلة، قال: إذا تهاونت بالأشياء التي تبلى تنال الأشياء التي لا تبلى. يعني لو تهاونت بالأشياء الصغيرة اللي على الأرض هتنال قصاد ربنا في السماء حاجات حلوة وجميلة.